من جانبه أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية أن عرض سمو ولي العهد ناقش التحديات ومن الممكن تحويل التحديات إلى فرص. اللي رأيناه اليوم في كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد وهو عرض لأهم الإنجازات اللي تمت في الفترة السابقة وأيضا ناقشت التحديات. التحديات بإمكاننا نحولها إلى فرص، التحديات هي في النهاية موجودة حتى نستطيع أن نتغلب عليها ونتعامل معها. كل العالم اليوم يجري وفق مقاييس دولية ومعايير وهناك تنافسية، مهم جدا بالنسبة لنا أن احنا في تطبيقنا لبرنامج التوازن المالي أن نوازن بين إيراداتنا ومصروفاتنا في خلال السنوات القادمة، لكن نحقق ذلك من خلال سياسة صرف أذكى، من خلال اعتمادنا على قدرات وإنتاجية المواطن البحريني في شتى المجالات، وأيضا من خلال تطبيقنا لمجموعة من السياسات اللي تضع تنافسية اقتصادنا بحيث نستطيع أن نجذب ما هو ممكن من أنشطة اقتصادية لمملكة البحرين.